طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. ربنا يدينا ويديكم العافية. الليلة طبعا الأربعاء 3/5/2024 في آخر ضوء. امبارح ما كلمنا الناس، قلنا أنت لا تصمت، يعني الناس يوم واحد غلبة تصبر. جيجة قاعد يخنق في الدفاعات بالسنين، مرات بالسنين. عندنا كتائب اتقفلت في كابويتا وفي وين 6 سنة وسنتين وثلاثة، وفي ناس قاعدين مكفولين هسه، في ما مكفولين قاعدين في دفاعات لهم سنة وسنتين يعني. فالناس عشان يعرفوا الجيش ده شغله كيف، انتوا 24 ساعة غلبكم تصبروا، يعني فقط 24 ساعة غلبكم تصبروا وتسمعوا الكلام يعني. السيد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، طبعا يا جماعة دي Active Military Operations، دي يعني عمليات نشطة، بيتكلم الناطق الرسمي بيقول الكلام وكده. وأنا كلمتهم قبل كده، قلت لكم أي كلام ما قاله الناطق الرسمي بتاع القوات المسلحة أدوا البحر. لا تقول لي قنوات فضائية، لا تقول لي وسائط، لا تقول لي لايفات، لا تقول لي حي، لأنه الليلة الزول اللي بيصور ده ممكن يعكس زاوية معينة، والأمثلة أكثر من أن تحصى، وتخيل لك أنه الوضع كده، في حين أنه الوضع العام غير كده. خلاصة الموضوع، الناس تستمع للسيد الناطق الرسمي العميد الركن نبيل اللي بعدنا نبيل وكده. أنا داير أبدأ بكلامه وحديثه للقنوات الفضائية بأنه الجيش الحمد لله يدمر 45-50% من القوة بتاعت العدو في الخرطوم. احنا تكلمنا عن انه جميع الولايات الناس ديل سلموا انفسهم او سيطرنا على معسكراتهم وعلى عرباتهم وكده، والناس يعني موضوع مسيطر عليه خارج الخرطوم. احنا نتكلم عن معركة الكرامة اللي هي في ولاية الخرطوم يعني عاصمة السودان. فهو اتكلم لكم قبل كده في بيان انه قوات الدعم السريع عندها حوالي 1950 عربية مقاتلة دفع رباعي، يعني لاند كروزر المعروف عندنا في السودان بتاتشر، وبكاسي برضو في اول ويل درايف مسلحة حوالي 200 وحاجة. المهم عندهم عربات في يدهم مقاتلة قبل مدر المعركة حوالي 2200 عربية، ومعاهم طبعا طوابير كثيرين شغالين معاهم من المتمردين الدعامة الملكية ديل، وزي حوالي برضو 400-500 عربية تانية شغالة نقل معلومات وتشوين وكده، بس وقام مدنيين يعني. فالعدو قواته المقاتلة تقدر ب 80,000 جندي، وهو أساسا مستلم كل المواقع في الخرطوم، كان بس فضل له يستلم السيد القائد العام وسيادته كباشي وسيادته ضلعته ويعلن بيانه، يعني هو حقيقة كان ماشي يعلن بيانه يعني، لأنه ضمن إنه استلم أنه هجم الموقع بتاع البيت، بيت السيد القائد العام، يعني أمواج من العربات، أكثر من 300-400 عربية بتجي في شكل أمواج، 6-7 أمواج على مدار يومين. لكن الحرس الرئاسي وراهم شغل والله، ليهم الدين تاني ما يجوا هنا. فهو قال لكم دمرنا زي 45-50% يعني من قوة العدو المقاتلة، وإنتوا شايفين الكلام ده. يعني إحنا يوميا مما بدأت المعركة دي القوات المسلحة في الأيام الأولى كانت التدميرات في المعسكرات بتاعتنا الخارجية كبيرة يعني، لكن هسه حتى في الفترة الأخيرة دي يوميا إحنا بنحرق لنا 30 عربية، 50 عربية، 40 عربية، 20 عربية يوميا يعني. فأنت بتتكلم عن 50%، أنت بتتكلم عن إنه الناس دمروا قدر كبير من العربات المقاتلة، كانت دفع الرباعي ولا البكاسي اللي هو بيسوقه وكده، ودمروا مخدرتهم بتاعت ما بس العربات، مقدرتهم بتاعت التواصل مع جنود، المنظومة بتاعت الاتصال حقتهم، دمروا منظومة الإدارية بتاعتهم بتاعت تشوين جنود بالذخائر بالتعيينات بالأكل، المنظومة بتاعت الإخلاء الطبي بتاعهم وأساسا كانت ضعيفة أو ما في، وقفت تماما. دمروا المنظومة بتاعت الإمداد والإخلاء بتاعتهم والمنظومة الإدارية تماما. وأقول لكم معلومة مهمة، إنه العدو أصبح ما عنده مقدرة على الهجوم على موقع عسكري، ما عنده. يعني المعركة دي إحنا بالنسبة لنا اتحسمت يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا بنهاية الهجوم على القيادة العامة. ده أكبر موقع هاجموه والناس استبسلوا فيه، والروم شغل بقوة حقيقة 1/10 من القوة المهاجمة، 1/10 من القوة المهاجمة هاجم القيادة
والناس وراهم شغل يعني بأسلحة بسيطة، والله والله بأسلحة بسيطة، أربيجات وجرنوفات وكلاشات وكم مدرعة، كله بالرباعيات والثنائيات والدوشكات والعربات المصفحة يمكن زي شفتوا قبضناها دي. فده كله لأنه هم ما بعرفوا الشغل، ما عنده، ما قاتلوا الناس دي القتال، دي الناس حربي سريعة خاطفة، هو قال روحوا 6 ساعات بنتهي من الموضوع، والموضوع جرى معاهم. ما عندهم، معلش النت قطع، ما عندهم مقدرة على الناس تشارك الفيديو لأنه الصفحة بتهاجم وكده بيبلغوا فيها وهنا دارين يقفلوها. فما عندهم مقدرة إنه هجوم على القوة الرئيسية. المعركة اللي حاولوا يهجموا فيها هجوم رئيسي على معسكرنا، معسكر بتاع جيش، لملموا أطرافهم كلها ومشوا جبل أولية. وشفتوا في جبل أولية الناس حرقون كيف؟ حرقون الحرق اليها، ومن ديك تاني ما عملوا أي هجوم مباشر اصلا. قوه كده ما شراك بتهجم موقع بتاع جيش كضابين، ما عندهم ليون 4 5 يوم فرار جماعي من المواقع حقتهم بعد الضربه بتاعت بحري وكافوري وجنوب الخرطوم قبل يومين، كلهم اخلوا عرباتهم دي مشوا شرق النيل بحرسوا فيه، حارسين زول عندهم مرصودين وكل يوم بيتضربوا وبينقصوا. فما عندهم معركه يعني غدوه كده ددواس يعني، ما 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 تسمعوا ليه الكلام ده. والعكس الشغال في القوات بتاعتنا يعني، هي كل يوم من نصر الى نصر وخطوه لقدام وماشيين يعني كويس يعني. الناس ما يقعدوا يقيسوا هسه الليله جايبين رافعين لهم ضربه لبعض اخواننا من قوات الطوارئ والعمليات، استشهد كم زول وضربوا كم زول، وده شغل بتاع قناصه. الناس دي ما تواجهوا في الميدان يعني، ما دي قوه هاجمه ودي قوة مدافعة والناس يتلاقوا في الشارع ويتقاتلوا، لا كلهم طالعين في العمارات دي، طالعين في العمارات دي مدسوسين هناك قناصة، يتعاملوا مع بعض العربات في المقدمة بالاربيجيهات وقنص مباشر يعني بقناصة وكده، لكن ما في قوة غاقت قوة. وقواتنا قادرة انها تتعامل مع الموضوع ده، ودي باقي المعركة لما تنتهي بعدين بتشوفوا الكلام ده. يقولوا لك القصر الجمهوري، وما القصر الجمهوري؟ القصر الجمهوري شنو؟ انت ما هو عنده مكتب في القصر الجمهوري اسمه مكتب النائب، ما في القصر الجمهوري في مكتب لنائب رئيس مجلس الزيادة قاعد، وما قاعد فيه ليه؟ ما قاعد فيه ليه؟ انت كان نصك مسيطر، تعال اقعد في مكتبك ده، ما يقعد عساكر الواحد شريط ما شايله، ضابط واحد ما فيهم. قاعدين تشوف الدعامه ده ضابط؟ قاعدين تشوفوا ضابط لابس جمرك يتكلم؟ ها؟ يعني ما يقعد هو في مكتبه بتاع النائب يدير موقعه. السيد القائد العام قاعد في مكتب قيادته بيدير المعركة دي بثبات، هو طبعا قال غرفة تحكم وعشرة طوابق تحت وكده، خلاص انت عندك قيادة الدعم السريع، امشي قيد من قيادة الدعم السريع، ما تقوم باري الشجر من شجرة لشجرة، اقعد في مكتبه بتاع الله. بيقول لك انا مسيطر على القصر ده، خليه يقعد في القصر الجمهوري ويجيب العالم وراه في القصر الجمهوري ويزيع بيانات من هناك ويدير معركته من هناك ويشوف يقعد كم. وليه ما بيجي هنا؟ لانه ده ما بكلفنا ثانيتين احنا، ده ما أولوية، كله بالنسبة لنا قصر الجمهوري ما فيه حاجة، مكاتب قاعدة ما في أي شيء، ما في شيء. أنا أضيع فيه مجهود لي؟ أنا ساكن القوات الرئيسية بدمرها، وآخر قوة الآن شغالين فيها علينا يومين في شرق النيل دمرت بنسبة كبيرة جدا جدا، الموضوع منتهي. هو اللي يقعد في القصر الجمهوري ده كان شايفه حاجة، اللي يقعد في مكتبه وراه العالم وأي حاجة، مكان نائب الرئيس وعنده مكتبه كده، يدير من القصر الجمهوري اللي يدير من قيادة قوات الدعم السريع، ما قيادة. خليك زي ما القائد العام قاعد في مكتبه بيدير من مكتبه، انت ادير ما تقوم باري الشجر. فده موضوع منتهي احنا، وشايلين لك ما بعرف استريلا وطياره، طياره شنو كان دار اضرب القصر الجمهوري ده مستنيك انت الليله؟ السبب شنو انا القصر الجمهوري؟ النت تاني قطع. القائد العام للقوات المسلحه بيدير عملياته، والناس شافوا غرفه عملياته وشافوا اي حاجه من القياده والسيطره اللي هي وين انت ما عارفها، لكن دي قياده وسيطره. والقياده العامه قاعده متكامله والناس قاعدين في مكاتبهم وشغالين شغلهم. انت هاجمتها وفشلت في انك وتاني اليوم دي ما بتخشها، ما بتخش هنا ده، عرفتها؟ انت امشي اقعد في قاعده الدعم السريع او اقعد في القصر دير، لكن انا ما القصر الجمهوري بالنسبه لي. ورغم عن ذلك يعني هسه الليله لو القياده العامه اتخذت قرار انه تفضي القصر الجمهوري ده، والله ثانيتين ما اقعد فيها. هو عارف الكلام ده، ثانيتين عساكر دين ما ياخذوا معانا، والله ثانيتين، والله ضحى وما ياخذوها. فده ما موضوع يعني الناس يتكلموا فيه، انا ما داير اتكلم عن دي مقدمه انه ده كلام الجيش، لكن خليني من كلام الجيش، خليني من كلام دعاتنا نبيل، خليني من كلام القائد الرسمي اعتراف حميتي ذاته. يا جماعة الناس دي القائد العام بتاعهم بيطلع في القناة الفضائية باعترافات بالجملة بالهزيمة،
الغاين الان حقهم معترف بالهزيمه. شوفوا كلامي ده لو خطب، طلع قبل كم يوم الاسبوع الفات وقال نحن بنتعرض لاباده جماعيه، معناه الموت عنده بالجمله. قال كده، ده ما كلامي، دي كلماته، ده الغايد العام حقهم، بيطلع لعساكره بيسمعوه في الوصائف. ما طبعا الاتصال مقطوع ما بيقدر يستعمل، بيستعملوا شرائح السوداني والهناي. عساكره بيستقوا معلوماته من الفيديوهات اللي في الحدث وفي الجزيره وفي الواتساب وما عارف وين وكده. قال نحن بنتعرض لاباده جماعيه، اباده بيبيت فيك من هو الجيش، ما انت تعمرتها. قال يا اخي مران، قال الجيش في ضربه واحده يقتل لي 4800 زول، دي قلت انا ما قاله؟ ده اعتراف الغايد العام حقهم بالهزيمه. هو قال الكلام ده ولا ما قاله؟ هسه ولم سالته مذيعه، قال لها هجمتنا طائرات من دوله ضربت لي اعداد كبيره، لما قلت لها قتلاكم وجرحاكم كم؟ قال لها ما بقدر احسبهم. يا اخي نحن في ضربه ام درمان، قال هجمنا طيران اجنبي ابات لنا اعداد كبيره، ده كلامه هو، كلام غايد حقه، ان احنا ما عندنا ولا طياره من برا جات، ولا طياره من برا جات، ده طيراننا نحن، ده طيران السوداني ده عارفه. هو بقول كده، انا ما قلت حاجه، دي كلمات الغايد العام حقهم في وسط الاعلام اللي بيدير من شجره دي، ما بيعرف تكتيك ولا بيعرف كلام وما بيعرف يرفع الروح المعنويه لاعدائه، بيهزم لجنوده، بيقول لهم ابادونا اباده جماعيه، ضربة واحدة 4800، ضربة ثانية هتعمل لك شنو؟ أعداد كبيرة في شمال أم درمان، أنا ما أعرف كم. هو بيقول كده، طلع قال أنا عندي 480 ضابط، يعني كلهم بلغوا الجيش وفضل لي ثلاثة، الثلاثة طبعا ضرب عليهم الشيطان النبطشي المتمردين ديل. أي زول شغال مع المتمرد ده ضرب عليه الشيطان النبطشي، قبل قال لك بلغ وحدتك. ديل ضباط خارجي يقول لي حربية، أنت قال لهم ديل اشتروها من بغالة، دوابير دي قال جبناها من بغالة نحن واللي شريناها بقروش. طبعا في رد، انا في لايف تاني هتكلم فيه كلام تاني، لكن قال انسحب. زول بيقول لي عساكره انه كل الضباط حقنا هنا بيعرفوا القتال والدواس بلغوا الجيش في هزيمه اكثر من كده، لافين ساي كله 4 و5 و10 عربات لافين، ما عندهم قياده، ما عارفين يعملوا شنو، اولاد مساكين عمر 12 سنه اتلقى له تدريب في معسكر كلها 6 شهور و7 شهور بيستنى الضابط ده يقول له يمين لف وشمال لف واضرب هنا واقعد هنا وارتكز. قاعدين لايسين سايا سالون، خشوا جروباتهم دي، طبعا جروباتهم كلها مخترقه، احباط شديد وانه ما عارفين يعملوا شنو اللي قبل وين. في يا جماعه في قائد عام بيعلن الهزيمه اكثر من كده، خليه من دي كلام الجيش، هو بيعلن في الهزيمه لنفسه، يعني اعداد كبيره 400 4800 ما عرفتوا 477 ضارب بلغوا الجيش. انت بتعلن، انت بتعلن هزيمتك على الماء على المنى يعني، وبتقول انا بدير معركتي من شجره لشجره من شجره لشجره، والعالم كله شايف انه المعركه بتدار باحترافيه مبالغ فيها، قاعدين يكتبوا فيها هسه. المدارس العسكريه في الدنيا بترصد في الكلام ده وبدوا يدرسوا لي طلبتهم منها هسه، قبل ما نلخص ذاته ونقول ونرفع لكم الكلام النهائي. انت تغير نفسك بشنو انت؟ ف يعني اعتراف القائد العام للمتمردين بانه ده اعتراف بالهزيمه بالجمله في الوسائل، وكل ما حيطلع حيغلط. انا بنصحه ثاني ما يطلع في وسائل الاعلام يتكلم، لانه ما بيعرف يتكلم، لانه ما بيعرف جيش ولا بيعرف تكتيك ولا بيعرف قتال ولا درس استراتيجي ولا عارف اي حاجه، حيغلط كل ما يحاول يصلحها يكحيلها حيعميها. احسن ليه يسكت ساكت، دي نصيحه شخصيه، لانه قواته دي سبب تصريحات غايدنا العام بيعلن كل يوم هزيمه، كل يوم هزيمه، عرفتها؟ فالموضوع يعني بالنسبه لنا موضوع منتهي. طبعا احنا شايفين يعني هو ما البدرون بتاع قصر الشباب الاطفال ده كله النت تاني قطع، هو ما مخزن في قصر الشباب والاطفال في بحري ده قصر الصداقه. قصر الصداقه جمع في حله خوجه اللي ده الطواوي تحت عميل كان بينقل فيها الزخاير له شهرين وكده، فبالليل بيحاولوا ينقلوا بالمراكب كده ويمشوا القصر، هو افتكر انه القصر هدف استراتيجي، والقصر ما من اهدافنا كله ولا حجمي ولا اولويته ولا نمره مليون، لكن لانه ما عنده زول بيفكر له ولا خلاص مشوا ناس كانوا معاه وسافروا شالوا شنطهم وفاتوا خلوا قينوا منه ربة وراس. وهو تكتيكه ترى اللي بتشوفوه ده، بيقول انا ضباطي شرى سلموا للجيش، وبقول ضربوا لي اعداد كبيره وفي ضربه واحده 4800. ف يعني موضوع يا دكتور منتهي، منتهي جدا. الحاجة الثانية، الهزيمة الكبرى اللي بتعلينا هي على نفسها يوميا القوات المتمردة، انها ما عندها حتة بتتحامى فيها غير بيوت المواطنين. ليه هم لافين في بيتحاموا
بيتضاروا، وشفتوهم في اللايفات بيتجاروا، لما تيجي بزن كده ده بيتجاروا كيف؟ بيخشوا بيوت المواطنين يحمي نفسهم، قاعدين في الشوارع بين بيوت المواطنين عشان يحموا نفسهم من الجيش. اكبر راجل واجه الجيش عديل كده ده مواجهه هذيك النقعه. انتوا مش مركتوا شرقانين امشوا البطانه دي، ولا بنجيب لكم طياره، ده دواس عديل عربيه راسي راس. امشوا هناك، امشوا النقعه، مش قلتوا النقعه ودي خيل الهجعه؟ الراجل مسكوه لسانه امركم هناك. متضاروا في بيوت المواطنين ليه؟ قاعدين غناصه في العمارات وتخشوا جوا البيوت ويتضاروا. والاهم من ده طبعا هروب بالجمله. عارف يعمل شنو؟ اي بيت فيه عربيه لاند كروزر برادو ولا عربيه لكزس ولا برادو ولا توسان، عربيه بتسافر ولا بوكسي دبل كاب، بيدوروا البوكسي، بيكسروا البنوك والدكاكين عشان يشيلوا الكاش في جيبهم ويركبوا هروب والله باعداد مهوله. غربي ومدرمان هنا ده بالعربات دي، وعربات حقت ناس حاطين وين؟ طبعا اهلنا ساقين عرباتهم ما تخافوا، ما عربات مرصوده والله، ناس بحث بيبقى في يومين بشهادات بحث، خلونا يمرقوا الدار يمرقوا الله يسهل عليهم. كلمناه ما محتاجه، قلنا لك تعال خد سلاحك ومنأكلك ونشربك وقدرت تخش الجيش بندخلك، ما في داعي تشيل عربات المواطنين وتهرب بها وكده، وما في داعي اكبر راجل واجي قوه لقوه، ما تقعد تضارة وسط البيوت ووسط الحاجات وكده. واكلمكم وبشركم حتى التعامل مع القوات القاعده منتشره وقت البيوت دي قوتها جاهزه ومجهزه وتدريب فل، ولما تديها القياده الاشاره النهائيه بيعرفوا يخشوا يشتغلوا الناس زي كيف. والله تضيق عليهم الوسيعه، والله اللي يقعد البحر ده المشكله، هم جايين من صحراء ما في بحر، ما عارف يعوموا كيف، يرمي لهم غايته طوق النجاه غايته لما يقعوا في البحر. والله ما عندهم اي حاجه غير خدوا بنادق ونمشوا. يا جماعه المعركه منتهيه، الناس ما يقعدوا كل مره يبصوا لهم حاجه لا يكذبوا الوقائع. الزول ده وانس غرابه الثلاثه اسابيع ما جات ولا عربيه واحده من برا دعم، ولا عربيه. كل المخازن بتاعته بتاعت الذخائر ضربناه واستلمناه، وانتم شايفين الكلام ده. اي ذخيره في كهف الطياره هو عارف الذخيره دي ما بتصل الطياره. قال شايل لي استريلا، انت انا لما قاتلت انت الاستريلا دي جني ما عارف. الفايترز حقنا اللي فوق ده لما اشتبكوا مع عدو عالمي وعدو محلي انت ما بتعرف، هو عارف الطياره دي بشوفك انت في هناك. انت ما بتقدر انت غير تكشف موضعك ما بتعمل وتكمل ذخيرتك، الذخيره بتاعت الثنائيه دي غاليه. بس نجيب الزنانة تا 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 وفي الهواء ساكت، ما بتصلوا انت. انت ما بتصلوا، ما انت ما كان بتاع شغلك يفك في مكان رميت الطيارات دي كلها انتهينا منها، انت ما قادر تعمل اي حاجه. لكن ده اوريك الفاهم البليد غير انه يحدد موقعه يكشفه كم ذخيرته. ذخيره من برا ولا صندوق ذخيره من برا ما دخل لي، ولا عربيه جديده ما حتخش لي، ولا اخله ثاني لجندي مصاب ما عنده اخله ليه، ولا دواء ما عنده ليه. وعارفين انهم طبعا شغالين معانا النقابه المتمرده بتاع الدكتوره هبه عمر، بيعالجوا في المتمردين في شرق النيل، ما عندنا مانع. نحن يعني احنا هسه عندنا جرحى دعامه جبناه ونخليناه وبنعالج فيهم، دي ما في مشكله، انت طبيب، لكن عالج برضو الجيش، عالج الجرحى بتاع الجيش عرفته. وطلعوا اشاعه ضربنا مستشفى شرق النيل. شرق النيل شنو انا بضربه؟ كان دار اضربه دار اضربه الليله، ما رافعين فيه مضادات طيارات نزلوها اول امس بالليل، ما رافعين فيه دشكات وثنايات ورافعين رباعيات ورافعينها فوق. ما عارفينك انت براك انت دار تطلع. احنا ما بنضرب مستشفى، احنا نضرب مستشفى كان زمان ضربنا، كان ضربنا الدائره الطبيه حقتهم ما غلبنا. وعارفينك انت عصرت هنا وما عارف تمشي وين، ومشيت شرق البان جديد امبارح يا دكتور هبه شايفك هناك. فانتوا ما مشكله عالجوا جرحى بتاع النوم، لكن عالجوا برضه جرحى جيش عشان ما تطلع متمرد. وانت اصلا مصنف متمرد، موضوعك انتهى، النقابه المتمرده دي ما موضوع انتهى، ده البني غريزه يوم بيجي. ف ده جيش منهزم اصلا، منهزم. قائد العام بيعلن الهزيمه، كل ما يتكلم في وسائط، كل ما يتكلم في، وده اللي بيعملوا له شرك ناس القنوات دي عاجبني برضه، بيدردقوه ويقول بيدردقوه ويقول تعال اسمع وتعلم الكلام من الناطق الرسمي للقوات المسلحه. اسمع سياده العميد الركن نبيله بيتكلم وهو برد، وقدر ما يعملوا له مقصات وشرك وبيمرق كيف. زال عنده زماله استراتيجيه، خليك من اركان ده. الناس اشتغل الشغل ده قروا واشتغلوا، ما قاتلوا هنا، قاتلوا في غابات. انت شوف الله، فانا شايف الصلاه زمان جاء في نقطه اخيره داير اتكلم، انه قلنا جوا ما حيجيوا اي دعم، وقلنا ضيق على ضيق قصه ما معقول، وقواتنا الرئيسيه كلها انسحبت، والقوه ضرب فيها غايد ثاني بتاعه عمل فيها انه اشتبك مع
مع سفارة دبلوماسية وخمس منهم اللاند كروزرات، ومشى هناك في بداية شارع الهوى الأربع عمارات، وفي البيرك حق العلامة حق السفارة، وقاعد لابد بيها عشان كان دارد خارج يشط بورسودان ويمرق مع الجماعة. العربات قاعدة وعارفينها قاعدة وين، وانت قاعد وين عارفينها، لكن طالما جنبك مواطنين بتمشي وين انت في النهاية؟ هتمشي وين؟ مصيره ذخيرتك تكمل، مصيره أي يوم زيادة في صالح الجيش وضد دعم السريع، أي يوم، لأن الجيش الذخيرة دي بنصنعها نحن، السلاح ده نحن بنصنعه، عرفت الكلام ده؟ بإمدادنا فل، جرحانا يخلاهم فل، لقاكم جريح بتاع جيش ما أخلو، تعال شوفوا جرحاكم أنتم قاعدين في الشارع بيقوا جثث زي الأخلون، نحن أي يوم كسب للجيش، راس الإبرة شغال، عرفت الكلام ده؟ وأي يوم خسارة لك، لأنه أي يوم حتخسر جرحى، حتخسر قتلى، حتخسر ذخيرة، حتخسر عربات، بتطير وين؟ بتطير. والله الحرب دي استمرت ألف يوم، ألف يوم نحن جاهزين ما عندنا ايش، مطين بس يصبروا. الشبكة اللي خلوها المعارك ما بتحسن بيوم، ده ما كونتراكتر عامله مع العدو عشان تقول لي 200 والنصر 200، نحن عاملين معاهم عقد، ما شغالين وشغال شغل احترافي. اسالوا اسمعوا المحللين العسكريين واسالوا العساكر والضباط القدام بيوروكم الشغل ده ماشي كيف. طيب خارجيا الدبلوماسية السودانية حققت مكاسب مهولة، اجتمع مجلس الأمن وما أصدر أي بيان، ما في دعم، طلعت أمريكا في ناطقها الرسمي وقالت ما في أي تدخل في المشكلة دي أمريكا وده مجلس الأمن. طلعت الجابرة السفير دفع الله حاج علي ربنا يديه العافية، نحييه من هنا، هذا الدبلوماسي المرموق المحترف، مشى الجامعة العربية الرسمي، قالت الجهة الرسمية الشرعية في السودان هي الجيش السوداني، ونحن نتعامل مع الجيش. مشى مصر، مصر أعلنت موقفها تماما، عرفت الكلام ده؟ الاتحاد الأفريقي، أنا سامع ودلوبات النت قطع، مشى امبارح أسمعوا الاتحاد الأفريقي بيتكلم ودلوبات اللي هو جاء في الموضوع ده ذاته، كان في غطسلاغة في فرح السودان وكده، وشوفوا العالم ودلوبات كلام واضح، الاتحاد الأفريقي لن يتدخل في هذه المسألة نهائي، ده شأن داخلي، حيدعم فيه النظام الشرعي اللي هي القوات المسلحة، وده النظام الدستوري اللي بيقبله القانون الدولي، دي الجهة الرسمية، ما في شيء، عرفت الكلام ده؟ دعم من برا ما في، ما في، تشاد أعلنت موقفها، حفتر ذاته أعلن موقفه، جنوب السودان، عرفتها؟ أثيوبيا، ما في زول، يمكن نص نص ناس، أريتريا، يعني ما في زول، ما في دعم من برا ولا حاجة. الشغل ده الجهة الشغالاو حاولت تتحرك كده، اكتبوا الكلام ده في الورقة والقلم، اكتب مؤتمر بازل 1997، اكتب الجراند يونايتد لودج المحفل الماسوني المتحد في بريطانيا، اكتب مع مجموعة الاشانتي، اشانتي جروب، المجموعة بتاعت الاشانتي اللي هي الجناح العسكري للمحفل الماسوني المتحد ده، دي جابت جوردون باشا ويزلي باشا، وجابت هيكس، وجابت كيتشينر اللي هو كان رئيس المحفل هنا في السودان، وينجيت وكل الحكام وكده، وعندهم ناس شغالين معاهم زي مو إبراهيم وكده، وجوا هنا برضو عندهم معروفين باللزم، ما في داعي لذكر أسماء الأجزاء، وتحركوا مع حمدوك ومع وين، مشوا لروتو، روتو قال لهم أنا مع النظام السيستم ومؤسسات الدولة وأنا ما ضد هناي، لانه طبعا صاحبنا ده كان مشى الانتخابات هناك وكده، فقنعهم دارين يجيبوا حمدوك. حمدوك يعني مع احترامنا لك يا دكتور حمدوك، انت طلعت هنا السوداني شايفينك عملت مبادرات وعملت هنا، وطلعت ثلاثة مرات وقلت يا جماعه الناس دي انا غلبني اسوقهم وما بخلوني اشتغل، وانا الشغل ده والله غلبني واستغلته ومشيت، قلت شغل غلبني، قلت كده. فتاني انت لما كانوا هم متسالمين غلبك تقودهم، وناسك جابوك هنا ذات الناس غحت داير تجي تصلح الموقف، والذخيره مدوره معليش والله شكرا جزيلا. يعني انا زول قبل كده قال الشغله دي غلبتني والشغل ده غلبني تاني ما بيجي، ودي كلها مراقات دارين يمرقوا الزول ده يقول لهم اخرج، ما في دوليا، ما في الدبلوماسيه السودانيه نجحت نجاح كامل في استقطاب كل القوى العالميه، الامم المتحده، مجلس الامن، الجامعه العربيه، الاتحاد الافريقي، دول الجوار كلها كلها واقفة مع الجيش، ما في تاني حاجة من برا، ما في، عرفتها؟ فما يعني ما شكرا جزيلا، يعني شكرا حمدوك يعني، لكن معليش والله ما أظن في تاني طريقة.
نحن قاسي مشكلتنا في مدد الداخلي لأنه كالاتي. أول حاجة داخليا طبعا لقيتكم قرية واحدة في حلة واحدة طلعت مؤيدة للدعم السريع. تعال شوف كل يوم عشرات المدن بتسير مسيرات ومواكب وشالين معاون الضبايح الإبل والضان والتشوين للجيش في شمال السودان وفي شرق السودان وفي وسط السودان وفي غرب السودان. يومي على القوات المسلحة دي ما شونا إمداد ذاته خلينا لك كله شراب جاي من المواطنين وغود وأي حاجة ومال يعني يومي. وريني حلة واحدة حلة واحدة طلعت معيدة للدقلو ولا حميتي ولا للدعم السريع. في حلة طلعت تقول لي نصر نصر شنو انت اللي بتحققه؟ ولا زول من الشعب السوداني ولا حلة حليلة حليلة دي طبعا اشرحها للعرب دي القرية يعني القرية صغيرة ما في ولا قرية طلعت معيدة للدعم السريع. كل الشعب السوداني بالإجماع في قراه ومدنه بيطلع في مواكب يومية ومسائر يومية مسيرات يومية يدعم القوات المسلحة. لكن ما زال الدعم الهسي مستمر به من الطوابير بتاعنا الدعامة بتاعنا القحاط الواقفين معادل بيمدوا بالمعلومات بيمدوا بالعربات المدنية شغالين معاه لأنه ما عنده إمداد وده المنتهين وما عنده نيش. يا أخي شوفوا الأسرة بتاعيننا القوات المسلحة دي أسرت المئات وسلموا لان مئات في مواقع القتال ما مشينا لأسير قبضنا من بيته يجيبوا. شوفوا الأسرة بتاعينهم بيرسل الناس بيقبض الضباط المعاشين من بيوتهم دي رجالتك ده متى ما تشتغل مع الناس في الخدمة الشغالين ديل البيكاتلو ديل تمشي لطابة معاش نزل لي 20 سنة و30 سنة و10 و15 سنة تقبضوا من بيته ديل أسراك من بيوتهم. تعال لاقي الجيش ده عديد في الميدان وأسر لك ضابط وأسير عسكري من الميدان أسيرهم مش تأثير من البيوت. فالطابور الجولة الناس شغالين فيه وعرفوهن وتاني ما ديل ذاتهم مدد ليهم ما في عرباتهم اترصدت مواقعهم ومخازنهم اللي بيشونوا منها المحطات بتاعت الوقود والتناكر. هسه الليلة ضاربين ليهم المحطة بتاع الطيبة بتاعت الوقود ضربة كبيرة جدا ونقول الحمد لله على السلامة لسعادته شكرت الله لأنه نازل بعد الضرب الموقع ده الناس دي تشتتت شتات شديد وده ضابط خدمته الدوعة 35 يتقالوا قاتل الليلة. طبعا كانوا أسرين وناكرين الكلام ده وده زولنا نعلمنا الشغل زمان كان يعني اشتغلوا معاه وكده لكن غدروا عرفت ده ما شأنهم غدرهم ده الغدر ده. وفي النهاية هو اللي هو بيتصرف يبلغ عرف خارج نفسه كيف وجونا حيوه الحمد لله على السلامة ومواقعهم كلها الوقود الزخائر الموضوع ده كله موضوع بتاع الزمن ومنتهي تاني ما تقولوا الكلام ده. وأبشركم تاني وتالت ورابع الخطة ماشية كما وضعتها القيادة العامة وماشية بنفس النسق ونجاح بعد نجاح والمعركة لا تقاس بموقع صغير اتفقته ولا زول استشهد وكي احنا شهادة بزيدنا شرف هاي ما أصل المعركة اتكلمنا في الكلام ده كتير فيها 10% خسائر. أما مدد الداخلي انقطع مدد الخارجي انقطع هو حيعلن كل يوم حيعلن هزيمته أسأل ومشى طلع حيعلن حيقول حاجة حيعلن فيها هزيمته. الأذان بتاع المغرب أذن في لايف تاني بوعدكم بيه يعني عشان نطمنكم أكتر يعني لأنه شايف أنا وصلتني فيديوهات في واحد وما عارف شنو بيتكلم وبتاع وبهدد وده ما عارف يعني عميد شنو يعني بنشرحها في لايف تاني يعني ها وبنشرح الجيش شنو وكده.